السلام عليكم. واش الاصدقاء والصديقات اللي بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي زوين اللي بزاف ديال الناس انتريسي به اليوم، البروز والكونز ديال يوروب، السلبيات والايجابيات، ونقارنهم حتى مع البلايص بزاف اللي كيمشيو لهم المغاربه اللي ماشي في اوروبا اللي هي كندا وامريكان. المهم كندا بزاف. المهم هادشي اللي نقول بيزد اون الاوبينيون ديالي والاكسبيرينس ديالي هنا في اوروبا، يعني بلغه اخرى غادي يكون خشيله، فهمتيني؟ الاكسبيرينس ديالي ماشي اكسبيرينس ديال واحد اخر، وبنادم غادي تشوف بنادم في لي كومونتير وغادي تعرف. المهم اول العيبان اللي عاجبني في يوروب بزاف، ماغاديش نقول يوروب كامل ولكن نقول الدول اللي كاينين في شنغن. يعني مثلا انا في فرنسا ولا في سبليون ولا في اي دول من دول شنغن ولا هنغاريا، دابا يمكن لي نمشي لسبليون، المانيا، هولندا، فيما قال لي راسي نمشي بكل حريه، ندخل بكل حريه، ما كاين اللي يهضر معايا. يعني ملي كديسايدي تدخل لدوله من الدول ديال شنغن فراك ما عزلتي شي دوله وحده، راك عزلتي بزاف ديال الدول اللي خشما قال لك راسك غيرها لشي بلاصه غتغيرها باش تكتشف العيبات، فهمتي؟ وخا مجموعين في داك الجروب ديال شنغن راه كل واحد فيهم مختلف كومبليتمون على الاخر. يعني مثلا انا شدي شي ثقافه ديال هنغاريا راه ماشي هي كاع الثقافه ديال السبليون، فهمتي؟ واخا بجوجهم داخلين في شنغن الى اخره راه ماشي نفس الناس. ملي تمشي السبليون تلقى بنادم مزهواني بغيتي تزاهي السبليون، بغيتي ترتاح وما يتسوق لك حتى شي حد وما دير حتى شي حد وما يهضر معك حتى شي حد، غاتجي لهاد هنغاريا قلك راسك دابز مع الناس، غتمشي لفرنسا حيت الناس كدابز بزاف. المهم راكم فهمتوا البوينت ديالي، ماشي هي مثلا ملي كتكون في كندا مثلا كنتي في مونريال ومشيتي مثلا لديك بريتيش كولومبيا مثلا غتلقى واحد الاختلاف، ولكن ما تلقاش اختلاف كبير. ماشي هي مثلا كنتي في البرتغال او كنتي مثلا سويسرلاند ولا شي حاجه، راه اختلاف كبير جدا. ثاني حاجه اللي كتحمقني بزاف هنايا في يوروب هما الطيارات الرخاص ديال رايان اير. ما يمكنش خصك تعرف واحد اللعيب. نهار مشيت لباري في الفيديو ديال باري للناس اللي شافوا الفيديو، راه كان الفيديو، خلصت الطياره ب 20 اورو 200 درهم الي روتور، يعني 100 درهم الي 100 درهم روتور. انا مثلا ساكن في سلا بغيت نشد البوراق من سلا لطنجه غنخلص 200 درهم الي 200 درهم روتور هي 400 درهم، يعني الصاد من هنغاريا لفرنسا ارخص بزاف من الرباط ولا سلا، حيت حنا الناس ديال سلا كنبغيو نتخشاو مع الرباط، من سلا لطنجه. وفين في الطياره؟ ماشي حتى في الدرهم، في الطياره. المهم هذا البلان هذا ميمكنش، انا كيعجبني بزاف. بحال نهار مشيت لستوكهولم راه مشيت ب 20000 فورنت الي روتور اللي هي 400 درهم اللي هي 200 درهم الي 200 درهم روتور، تيكي ميمكنش. المهم انا بالنسبه لي هذا لافونتاج هربان بزاف، خصوصا لي زيتوديون. لعيبه واحده اخرى اللي علاش بنادم يقدر يختار يوروب لحقاش لي زوبورتونيتي ديال الخدمه كاينين بزاف كمبيرد للمغرب كمبيرد كندا، وخا كندا فيها الخدامي بزاف لحقاش عندهم بزاف ديال ستيتس خاويين، دونك كيطلبوا بنادم بزاف. راه الا عرفتوا داك لونتخي اكسبريس الى اخره، المهم الناس ديال كندا هما اللي عارفين ما عارفش فهاد الشيء مزيان. المهم واحد اللعيبه واحده اخرى اللي مزيانه في ما نقولش يوروب ولكن نقول هنغاريا هي تبركي بوان اخي، فهمتيني؟ ديال حليمه واش شي ساعه دخلت راجل ما كاينش داك الشيء اخي، كل داخل سوق راسو. وانايا بعض المرات فهمتيني كنحتاج هاد اللعيبه، ولكن نبغيش بنادم يصدعني بزاف واخا ما كنتسوقش، ولكن كي ديسكاستيني داك واحد واش ساعه دخلت شراب ويلي تفسق نبقى نسبها وشين، خلينا نقيين في هاد لاشينات. البلان اللي مزيان في يوروب اللي هو فيه بزاف ديال البلايص واعرين واللي مختلف. انا بغيت مثلا دوك الفايبس ديال البحر، موسيقى الى اخره، غنهبط لسبليون. طلع لي داك الشيء في الراس، بغيت داك الشيء ديال الجبال الى اخره، غنهبط لسويتزرلاند، فهمتيني؟ نستمتع بالطبيعه. ما عجبنيش داك الشيء، بغيت داك الشيء ديال الويديان الى اخره، غنهبط لفينيس في الطاليان، فهمتي؟ دونك داك الشيء مختلف بزاف. وداك الشيء متنوع، كل بلاصه ما كتشبه حتى شي بلاصه، وبزاف ديال البلايص كيتشبهوا لبزاف ديال البلايص. المهم داك الشيء الحلاوات، فهمتي؟ ماشي بحال كندا مثلا كاين واحد الكومه ديال الثلج غيشدك الوينتر غادي يتكع لك تما. المهم واقيلا ماشي في كاع كندا، ولكن الاغلبيه ديال ستيتس فيهم الثلج بزاف، وانا واحد الانسان اللي ما كيحملش الثلج، اذا انا واحد الانسان اللي عمره غيكون في كندا. بلان واحد اخر اللي مزيان انك تجي ليوروب فيه هو انك مثلا شي لغه بغيتي تحسنها مزيان اخي، تجي مثلا انا لونجلي ديالي كانت واكله الدق ديال بصح قريبا لونجلي ديالي داير بحال ذاك الرئيس الجزائري ما يهضر مع ديك الخدمه. هابي تو ويلكم يو اجين. نو اوفنس الناس ديال الجزائر. من بعد ملي جيت لهنايا كنت اوبليجي انني نهضر بديك لونجلي اللي واكله الدق، حيت كنطور الثقه ديتها ولات مزيانه صافي شويه مزيانه، ما نقولش لك اخي انا هو موليير ديال لونجلي ولكن مزيانه. دونك دابا مثلا الا بغيتي تمشي لفرنسا ولا البروبابيليتي باش انك تطور اللغه الفرنسيه ديالك كبيره الا كنتي في فرنسا على انك تكون في المغرب. اخر افونتاج كيبان لي هنايا في يوروب ولكن كيبان لي اكثر هنايا في هنغاريا وبالضبط بيتش البلاصه اللي انا فيها اللي هو البلاصه سيف بكل بساطه، خرجت مع الوحده د الليل جوج د الليل
كاين الكاميرات اصلا بنادم ما كيتسوقش بخير ما كتحس حتى شي واحد غادي فهمتيني ديك واه ناري الوحده الليله خرج لنا شي واحد هنا تخرج لنا شي كليكه كاينش داك الشيء في سبليون تقدر تلقاها في فرنسا تقدر تلقاها في ايطاليا تقدر تلقاها هنايا ما كايناش في المغرب كاينه في شي بلايص شي بلايص لا المهم انا بالنسبه ليا مزيان انه جالس في واحد البلاصه اللي حتى شي واحد فيها ما كيخالف القانون فهمتي هما لي زافونتاج اللي قلت لكم دابا هما اللي بانوا لي انايا فهمتيني يقدر يكون ما بانوش لي شي واحد اخرين الا كانوا دي زافونتاج واحد اخرين قولوهم لنا في لي كومونتير ندوزو خي دابا للسلبيات اول سلبيه اللي قبل ما توصل ليوروب اللي هي اخي كيعقدوا الفيزات بزاف خصوصا فرنسا وسبليون كيعقدوا الفيزات بزاف فرنسا راه باينه حيت عندنا مشاكل معاهم هنغاريا ما كنظنش اخي شي واحد تعقدوا لي في الفيزا عمر شي واحد جا قال لي الساط راه غفزوا لي الفيزا ولكن كاع الناس اللي كنعرف كيدفعوا لهنا قرايه فهمتي دونك عندهم واحد الباك جراوند عندهم الباك عنده ليسونس عنده شي حاجه دونك البروفايل ديالو ما كيكونش سسبيشس فهمتي ماشي بحال فرنسا والسبانيون فرنسا والسبانيون بزاف خصوصا فرنسا المهم هذه اللعيبه ديال الفيزا ما كنحملهاش انا يعني من ديما ما كنحملش هذه الفكره ديال الفيزا ثاني اللعيبه اللي ما كنحملش في اوروبا اللي هي غاليه راه واخا لي سالير طالعين ولكن راه غاليه فهمتيني يعني نعطيك واحد ليكزامبل مثلا انت كنتي في المغرب كتشد 5000 درهم مثلا في الشهر وحطيناك في السويد بسالير ديال 1.5 مليون مثلا كاين واحد النوع ديال البنادم يقول راه السويد راه 1.5 مليون صاحبي اوه ولكن راه ديك 1.5 مليون راه يلاه كتكافي هذيك 5000 درهم اللي انت عايش بها في المغرب يعني انت ب 5000 درهم مثلا غتكري ب 2000 درهم 3000 درهم وتبقى لك 2000 درهم ولا 3000 درهم باش تاكل والاخر مثلا اللي في السويد كيشد 1.5 مليون راه مليون في ديك 1.5 مليون يلا غيكري بها غتبقى لي هذيك 5000 درهم وهذيك 5000 درهم انت مثلا كتشري مطيشه ب 20 درهم ولا 30 درهم هو راه كيشري مطيشه ب 100 درهم فهمتي يعني داك النيفو دو في ديال واحد عنده 5000 درهم في المغرب راه انا بالنسبه ليا هو نفس النيفو ديال واحد عنده 1.5 مليون في السويد فهمتيني اي هوب نكون وصلت لكم الفكره واي هوب نكون ما غلطش ولكن الفكره اللي بغيت نوصل لكم اللي هي هنايا المعيشه غاليه بزاف حتى بلاني ما كنحملش هو البرد سبليون واقع لا ما فيهاش البرد بزاف بارسيلون انا في شهر واحد في بارسيلون كاين 20 دوغري او شهر واحد هنا راه كاين ناقص 3 ولا ناقص 4 برد اخويا راه انا ما قدرتش اخي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ما قدرتش على داك الشيء اخي انا ابرد جو هو 15 دوغري راه البرد عندي ديك الساعه فهمتيني خصني الكبو دونك البلان ديال البرد في تشيك ريبابليك هنغاريا بولندا السويد دنمارك فنلندا ما يمكنش امبوسيبل انا نعيش في شي دوله في هاد الدول هادو ما يمكنش البرد اصمي وواحد البلان واحد اخر اللي هو الشمس الشمس راه ما كتشبانش والو عندك شي شهور مثلا شهر 12 واحد راه سير اخي الشمس سير اخي قلب عليه بغيتي تلقاها في المغرب تالف كتبان لك السما مضويه ما كايناش ديك الكره ديال الشمس بحال هكا والو كاين بزاف ديال بنادم غتجي هاد اللعيبه عبيطه واه الشمس ويلي الشمس غندير احنا بالشمس شكون كيتسوق للشمس ولكن راه في اخباركم والله شي بزاف ديال بنادم كيديبريمي على ود ان الشمس ما كايناش وان الجو ديما مغيب والناس اللي اكسبيرينس هاد اللعيبه في اوروب وفي كاع الدول اللي ما كطلعش فيهم الشمس بزاف غادي يقولوا لكم بهاد اللعيبه راه خايبه بزاف وكديبريمي بزاف اخر لعيبه اللي كنظن انها خايبه بزاف واللي هي انك تكون بعيد على دارك هذه مسمومه هذه برا ولا لانك ديجا درت عليه في واحد الفيديو قبل يو هاف نو ايديا واتس هابينين في داركم واش باك مريض واش امك مريضه وبطبيعه الحال حنا ان لي بارون المغاربه ديما فيهم هذه القاعده كي داير الولد بخير لا بس ويا راه ما عرفش شنو كدوز دوك الايامات خوت فهمتيني هاني كتوحشهم الى اخره ولكن لي بارون شي لعيبه شويه قاصح بزاف كاين واحد النوع دابا جالس حدا دارنا في المغرب كيقول انا خرجت من حدا الوالي طلعوا لي فرع ونحيد من حدا ولكن اخوتي نهار غادي تخرجوا غادي تدق معاكم القالب فهمتيني وغادي تفكروا اي لعيبه خايبه درتوها مع داركم غادي ديبريميو بزاف ولكن يو ويل جيت اوفر ات ولكن ما ماشي كومبليتلي ديما غتخطرش عليكم المهم هما الايجابيات والسلبيات في النظر ديالي الا بان لكم شي ايجابيات وسلبيات قولوا لنا في لي كومونتير المهم الا كتفقوا معايا قولوا لي اتفقنا معاك ما اتفقتش معايا قولوا لي خويا كتخور علينا شنو 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 عادي انا كنتقبل الكريتيسيزم اخوتي والانتقاد البناء وتنتقاد الحقود ما عندناش مشكل المهم اخوتي ما تنساوش السبورت على هذا الفيديو اخر مره قلنا 8000 لايك جبنا شي 7000 وشي لعيبه ماشي مشكل ام براود اوف يو اني ويز نعاودو نحاولو نجيبو 8000 وحده اخرى اللي عنده شي لعيبه ولا شي حاجه بغى يقولها في لي كومونتير مرحبا انا راه كنجاوب كلشي الناس اللي كيشوفوا في لي كومونتير ديما راه كنجاوب كلشي ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله الا ما طراش لنا شي مشكل غيكون السيمانه الجايه ان شاء الله ونشوفكم السيمانه الجايه وان شاء الله